فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شعب الإيمان، ما زلنا في فصل الاستعفاف عن المسألة. روى المصنف عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وقال أحمد: فإن بغي رسالة أن يعظم أسماء الله تعالى فلا يسأل بشيء منها من عرض الدنيا شيئا، وإن بغي المسؤول إذا سئل بالله تعالى ألا يمنع ما استطاع. الحمد لله، شوف نفس الأمر حدث أهو الآن. نعم، مسألة التحريم من باب الوسائل، من باب الوسائل. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أهدى إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الناس منزلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، ألا أنبئكم بالذي يليه؟ امرؤ معتزل في شعبه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل سرور الناس، ألا أنبئكم بشر الناس منزلة؟ الذي يسأل بالله ولا يعطي. هذا حديث عبدان، وكذلك رواه عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب، وقال إسماعيل ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قال البخاري: تابعه عثمان بن عمر وأسد بن موسى، قال الشيخ أحمد، وكذلك رواه بكير بن عبد الله الأشج. الحديث أحاديث مهمة وفيها الاستعفاف. نريد أن نقول بأن الشرع هنا جاء بأن المرء يكون عزيزا في نفسه ولا ينزل حتى لا تمندل به الأراذل. لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، بمعنى ذلك أنه عندما يدعو الله تعالى ويتوسل يتوسل بوجهه للجنة. وأيضا إن سأل رجل شيئا لا يسأله من أمور الدنيا، إذا سأل بوجه الله جل في علاه لا يسأل إلا 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 الآخرة. يعني يقول: أسألك بوجه الله، يعني كأنه قال بالله عليك، فسأله بوجه الله جل في علاه، لا يسأله إلا في أمور الآخرة لا أمور الدنيا. ولذلك قال أحمد: فينبغي للسائل أن يعظم أسماء الله تعالى فلا يسأل بشيء منها من عرض الدنيا شيئا، وينبغي المسؤول إذا سأل بالله ألا يمنع ما استطاع. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليه فقال: ألا أنبئكم بخير الناس منزلة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، ألا أنبئكم بالذي يليه؟ امرؤ معتزل في شعبه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل سرور الناس. المسألة أنه يعني كما قلت، فخير الناس منزلة هو رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، وقال: ألا أنبئكم بالذي يليه؟ امرؤ معتزل في شعبه، لأنه ما خالط الناس. ثم الذي يليه قال الذي لا يسأل الناس. وهذه كلها كما قلت من أجل الاستعفاف. ثم روى حديث قال: أعلم إلا رفع، وقال: من سئل بالله فأعطى كتب له 70 حسنة. طبعا هذا من الأدب مع الله تعالى، عندما تسأل بالله لابد أن تكون في ذلك. وهنا قال: اطلبوا الخير عند إحسان الوجوه. هذا حديث ضعيف لم يصح. الفوائد المستنبطة: خير الناس من استعفى عن حاجة الناس، أصدق الناس من سئل بالله فأعطى، الجود خير سمات الناس، خير سمات المؤمنين الجود. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.